بعد شهر تقريبا من أول حالة سجلت في العراق لازلنا إحنا يمكن حسب الأسابيع خمسة، زادت سبعة بالأسبوع، زادت يعني آخر شيء عندي 20 بالأسبوع معدل بالأسبوع، آخر أسبوع هسه غدا يعني يصير تقريبا هذا المعدل. لازال حاليا يجد العدد الكلي، العدد الكلي الآن مو المشكوك فيهم المصابين 266 لحد نهاية يوم أمس. طيب 200 والوفيات 23